زي ما تكون خير. طيب يلا يا أسر. تمام. An organelle which helps in packing and transporting different materials between the cells and out of the cell. Golgi. تمام. نمبر 16 جولجي ابريتس. يلا يا هلا. تمام. An organ which helps in packing and ده transporting حليناها يا هلا، different. حليناها يا ماما، حليناها. بعدين teacher متحلتش؟ لا والله اتحل، بس حلت. تمام. اوكي، مكنتش حلاها. It's around the plant cell to get definite shape. سلول. تمام سلبول. يلا يا سلام. اوكي. المثال سؤال، هو الكريتشر بتاعت السين تبدأ من A1 بس ولا؟ مش سامعاكي خالص. الآن سؤال، اللي هو الكريتشر بتاعت السين تبدأ من A1 بس. A one big oh a one big shape like organelle. اوكي. I want that I want that shape like organ we plant cell that store nutrients, water and waste material. السب بروكاريو، نعم السب بروكاريو ساب فاكيوم، ساب فاكيوم. أوكي. يبقى الساك اللي هي موجودة في البلان سيل اللي بتخزن نيوترينس ووتر ويست ماتيريال هي اسمها ساب فاكيوم. يلا يا سارة. لا يا بس. يلا 13. يا نهار ابيض، انت لسه في 16؟ لا ممكن لا اعمل لا لا، فيكي بس عامله، اللي ممكن اعمل فيكي عامله اقول لك حلي من 16. سيفنتين اتفضلي. سيفنتين. It is a green pigment which absorbs energy of sunlight to make photosynthesis process in plants. الكلوروفيل. تمام كلوروفيل. اتفضلي يا سوري. A stain that is used to color the nucleus of the cell in a blue color. ايه الصبغة الخضراء اللي بتمتص الانرجي من الصن لايت عشان تعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس؟ كلوروفيل. الصبغة اسمها كلوروفيل. الكلوروفيل دي هي بيجمنت، جرين بيجمنت، بتكون جوه الكلوروبلاست، موجودة جوه البلانت سيل بس عشان تساعدها to make their own food، عشان تعمل الأكل بتاعها بنفسها. يبقى نمبر 18 كلوروفيل، سوري نمبر 17 كلوروفيل. يلا 18. مين؟ أحمد لسه دخلش؟ لا مش دخل. اتفضل يا أحمد. A stain that is used to color the nucleus of the cell in blue, مثلا blue. مثلا بلو. تمام يلا يا اسي.
تمام. they are scientists who study cells, cell biology. تمام، هي ساينتست بتدرس السيل، اسمهم سيل بايولوجيست. يلا يا حلا. طب يا تيتشر ممكن حضرتك تنزلي عشان اشوفه؟ كمان اهو ده ميكروسكوب that help us to see the top side and layers of the cell. Electronic microscope. تاني كده، الميكروسكوب electronic انهي نوع من microscope. الميكروسكوب؟ ما هو بيقول لك هو مايكروسكوب، فتكتبي له مايكروسكوب تاني، وعايزك تحددي له نوع من الميكروسكوب. بيشوف كل الجوانب بتاعة السل، التوب والسايد واللايرز بتاعة السل، اسمه ايه بقى؟ ترجمة 3D مايكروسكوب. 3D مايكروسكوب. يلا يا سم. حضرتك نعم يا سم، صوتك والله صوتك مش واضح خالص. لا مش سامعة خالص. حاولي تبعدي، ابعدي المايك، ابعدي المايك طيب عنك، يعني حاسه ان انتي داخله في المايك قوي. صدقيني انا مش سامعه انتي بتقولي ايه. طب حلي على طول، قولي الاجابه على طول. طيب سما، سما تمام. ماسكو سكيلتال سيستم هو اللي مسؤول عن البودي، بيساعد البودي تو موف، بيساعد الجسم انه يتحرك. يلا يا سور. The origin organ، controls organ، the organ the controls the level of sugar in the human body. in the human body pancreas. تمام، البنكرياس هو اللي بيتحكم في ليفل السكر، او ليفل السكر في الدم او في جسم الانسان. يلا يا صور. A system that helps in secreting saliva inside the mouth مسكين، during استنى show. استنى استنى استنى، ده انت نطيتي نطة جامدة، احنا لسه في 2C. Yes. لسه في 23 يا سارة. ما تركزوا شوية يا شباب، في ايه؟ اتفضلي. هرمونز the level of sugar in the of body، الهرمون endocrine system. ايه الهرمون اللي بيخرج من البنكرياس بيتحكم فيه الـ level of sugar in blood؟ انسولين، انسولين يسار، انسولين يسار. يلا يا احمد.
They are muscles that you can control their movement. Involuntary muscle. تمام، voluntary muscle. يلا يلا يا اسم. تمام. Are these results from the disorder of secreting insulin hormone by pancreas diabetes disease. تمام، diabetes اللي هو مرض السكر. يلا يا هلا. Okay. هو ده من Then is teachers. هو ده من ده an organ which is formed from cardiac muscle. يا بنتي ما انا قريتها لك. an organ which is formed from cardiac muscle. هارد مسل. heart. يلا يا سما. سما ما هو في الحيطة عادي؟ طيب يلا يا سما حلي يا ماما. الحيطة a system that helps in secreting the saliva inside the mouth during chewing of food. ايه هي السيستم اللي بيطلع saliva؟ نعم، اندرون سيستم. endocrine system. endocrine system. يلا يا سار. It is the organ which transports the urine from the two kidneys to the bladder. Ureter. يوريتر. الأورجان اللي بينقل اليورين من التو كيدنز للبلادر هو اليوريتر اللي هو الحالب. اتفضل يا سار. Okay, a type of involuntary muscle which form in heart that control and relax all time without stopping cardiac muscle. تمام، النوع من ال involuntary muscle اللي بيكون الهارت هو الكارديك muscle. يلا يا احمد. A liquid in your mouth then enzymes that help in digestion process. Liquid in your saliva. سلايفا. تمام، الاكواد اللي بيبقى جوه الماوس بتاعنا اسمه سلايفا. طيب بصوا بقى يا شباب، الكويشن اللي جاي كله ديفريزن، عايزاكم تاخدوا اول فايف وتحلوهم لوحدكم، تبعتولي على التليجرام. يلا، حتى هو مين هنا، هو هنا طبعا تاني تشيك؟ الارقام فيها غلطة، فهي هتحل 1 و2 و3 و4 و8. تمام. تمام، هي مسابقة ولا عادي مثلا لو حد لا سمع؟ مسابقة. يلا، مش عارفة تعمل كده. مش سامعة بتقولي ايه؟ حضرتك تقولي كده عشان ينفع. انا والله ما سامعة حاجة. يلا حضرتك تقولي تاني. اقول تاني؟ اه تاني نحل الجبريزون من 1 ل 8. هو هنا من 1 المفروض هما 5، بس الترقيم فيه حاجة غلط. نحل 1 و 2 و 3 و 4 و 8. اوكي. اتفضلي.
مش نكتب السؤال ولا نكتب النمبر وبعدين نكتب الإجابة على طول؟ تيتشر انا تمام خلصت بس مش هقدر ابعتهم دلوقتي، خلصتي بس ايه؟ مش هقدر ابعتهم دلوقتي، ليه؟ الموبايل مش معايا، طب بس ليه؟ الموبايل فاصل عليه، حالة ولا الموبايل مين؟ فاصل حالا. حالة؟ تمام طيب بص انا بقى انا بشوف حسين. بس انا خلصت مش هبعته. تمام تمام يا اسيا، اجاباتك تمام.
مس، أنا مس مش موجودة في الجروب بتاع الساينس الصباحي. لا تليجرام ولا واتساب. لا يا مس الواتس، ممكن مس أنا ممكن أبعتهولك برايفت خاص على الواتس. طب لو انت طب موجودة في الواتساب موجودة في الجروب الواتساب ابعتي. الجروب بعد؟ أوكي هبعته. معانا دقيقة واحدة وخلاص نبدأ نحل. بس طب اللي هي آخر واحدة دي أنا معرفتهاش، ينفع أبعتكم منها؟ تمام ماشي. طيب يا شباب كفاية كده نبدأ نحل بقى. 5 ثواني، أنا في نمبر 5 خلاص. أنا بعت بس بشوف يا حاجة. تمام ماشي يا صوت. تمام يا احمد. تمام يا سؤال. طيب نبدأ نحل بقى يا شباب. يلا يا اسيا ابدأي. طيب cats are considered as multicellular organisms because ايه they're هو deep. نعم مين بيتكلم؟ طيب يلا يا اسيا اتفضلي. تمام because their bodies consist of a cell. تمام. ليه الكاتس are considered as multicellular organism؟ عشان البادي بتاعهم consists of many cells مش سيل واحدة. ماشي يلا يا حلا. حلا خرب. يلا يا سما. على خالد اتفضلي يا سما. keep the water balance on top لا لا five. ثواني، احنا بدأنا نحل بعد اللي احنا حليناه. ليه نمبر 10 plant cells can make photosynthesis process؟ ليه بقى؟ Now we come back. ليه بتعمل photosynthesis process؟ Plant cells. تيتشر أنا سارة عبد الحكيم بعت ماشي يا because صادق. plant cell has chloroplast. عشان البلانت سيل جواها كلوروبلاست تو ميك ذير اون فود، عشان تعمل كمان الاكل بتاعها بنفسها. طيب اتفضلي يا سول. يعني ايه ده هو ينفع؟ سارة أنا يا تيتشر؟ سارة عبد الحكيم. أيوة تمام. ممكن تطلع عشان أقرأ السؤال نمبر 2؟ احنا بنحل في نمبر 11. إيه؟ بنحل نمبر 11. سؤال نمبر 11. تمام. Both of endoplasmic Endoplasm reticulum and Golgi endoplasmic apparatus are involved. apparatus are involved in transportation process inside and outside the cell. هتقولي الفانكشن بتاعت كل واحدة، الاندوبلازميك ريتيكولم الفانكشن بتاعتها والجولجي ابريتس الفانكشن بتاعتها. بس تمام.
دلوقتي أبدأ بإيه؟ أبدأ بأي حاجة؟ اللي انت عايزاه. تمام. ال endoplasmic reticulum بتترانسبورت proteins inside the cell، و تمام. Golgi apparatus بترانسبورت different materials between the cells و and out the cells outside the كمان. cell. تمام ماشي. صور يلا يا صور. Okay. A plant cell has a definite shape because it has cell wall. تمام. plant cell عندها definite shape عشان هي عندها cell wall. يلا يا احمد. Okay. Chloroplast, chlorophyll absorb the energy of the sunlight to make the photosynthesis process. تمام يلا يا أسي. تمام. Mitochondria act as an energy power station in cities. It gives the cell energy. تمام because it gives the cell its needed energy عشان تديها ال energy اللي هي محتاجاها. طيب هنكتفي كده يا شباب، المرة الجاية إن شاء الله نبدأ من 15. تيتشر، هو انت حاسس ان هو نعم ايه ده؟ حاسس ان هو أنا مش سامعة والله، ما سامعة الصوت، مكتوم بكتمة وحشة أوي بجد. بتقول يا مس ممكن تدينا هومورك؟ ماشي تمام. ممكن ناخد نحل من 15 لحد يعني هيبقى كتير لحد 22. ممكن من 15 لحد 22، خد نصه، النص ده نحل المرة الجاية اوكي من 15 ل 22. تمام. تمام. ممكن سامس طلع اخد سكرين شوت؟ مش سامعة. ممكن بس اخد سكرين شوت. تمام سامعة. تمام طبعا. خلاص يا شباب، أشوفكم لحد إن شاء الله. نعم.